المناضلون ينسح المناضلون وباليد اليد اليد هذه كرامه والمندوب مالك مخلوع والمندوب مالك مخلوع الاحتجاج حق مشروع الاحتجاج حق مشروع هو المندوب مالك مخلوع شغيله قويه شغيله قويه نقابه قويه نقابه قويه ونهزم بها اعادي نهزم بها اعادي ونهزم بها اعادي نهزم بها اعادي واعادي الحريه واعادي كون نبغيناه يزور يزور نبغيناه يزور يزور هو الوقف اليوم كتجي في اطار واحد السياق ديال البرنامج النضالي سترون كتب الاقليمي للجامعه الوطنيه للصحه للاتحاد المغربي للشغل باقليم سطات اللي كيحمل فيه مسؤوليه تدهور القطاع باقليم سطال باقليم سطات المسؤول الاول على القطاع المندوب الاقليمي لوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه الذي عمر لست سنوات داخل هذا الاقليم وتسبب تسيره وتدبيره العشوائي للقطاع والاختلالات والخروقات العميقه الذي يعرفها تدبير الشأن الإداري والمالي للشأن الصحي بسطات واللي انعكس سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكذلك على ظروف الشغال ونساء ورجال الصحة. الإشكال الثاني هو أن السيد المندوب الإقليمي عوض أنه يفتح حوار جدي بناء على البلاغ رقم واحد والبلاغ رقم جوج الوقفة الاحتجاجية الأولى المندوب بذاكرته التي ربما تحن إلى سنوات الرصاص اختار أن يسجل من احتج ضده ويمارس كل التعسفات في حقهم والتضييق وهذا نعتبره خطا احمر مما فرض علينا تصعيد من خلال برنامج احتجاجي اول ديال شهر اكتوبر سيلي برنامج احتجاجي اخر في الشهر الموالي الى حين رحيل المندوب الاقليمي من سطات. لا حلول هزاميه هو المندوب سير بحاله هو القطاع ماشي دياله وما عمرو وجه شي استفسار ليهم علاش الله اعلم. تحية نضالية، انا التواجد ديالي بالمندوبية الشغل فهو تضامن مع الشغيلة ديال قطاع الصحة باقليم سطات. هناك ملفات عالقة مع المندوبية ديال الصحة واللي كنا نتمناو انه يتوجدوا لها حلول من بعد ما الوقفة الاحتجاجية اللي كانت دارت في شهر 7 في المستشفى ديال الحسن الثاني وكان فيها المندوب ما كاينش فهو كان في مهمة بدولة الصين وكانت المتمنيات ديالنا طيبة في أنه ملي يعاود يرجع لأرض الوطن أنه ياخذ هذه الملفات اللي هي عالقة ياخذها بجدية وأنه يتواصل مع الإخوان ويلقاو لها حلول بيان سور في طاولة الحوار ولكن للأسف فهو سلك الطريق أخرى وهذا الطريق اللي سلكها ما كتأدي إلا التوتر الاجتماعي وحنا كفانا من التوترات الاجتماعية بهذا الوطن الحبيب فيكفينا حنا عندنا بزاف ديال الحوايج من الأولويات فلهذا بغض النظر من هاد الوقفة الاحتجاجية فحنا كنعاود أنا كمسؤول نقابي الاتحاد المغربي للشغل أنه يرجع للصواب وأنه يحل المشاكل العالقة اللي كاينة لا في لوبيتال الحسن الثاني ولا اللي كاينة في الإقليم فهو اختار كيف ما قلت لك عوض فاش ينزل طاولة الحوار ويحل المشاكل فهو اختار انه يمشي للتضييق على المناضلين ديالنا وحنا ما نسمحوش ليه بالتضييق على العمل النقابي اللي كتقر جميع الدساتير المغربيه المتعاقبه على المملكه الحبيبه منذ 1962 وللمملكه المغربيه يعني موقعه على بزاف ديال المواثيق الدوليه ما كانش
سمحوش لي بالتضييق على الحريه. فالتضييق على الحريه النقابيه كيبقى خط احمر في المملكه المغربيه. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.